حلمنا نشر السعادة والنجاح يدوم العليا شعارة والمحبة غيتا وغلا وتادة في حياتك تسمى بحلى عبارة في حياتك تسمى بحلى عبارة وانت لونها بصفاتك قبل غيرك شي حبيته لذاتك في ضلوعك نبضي وسع لأمنياتك خلي منها للعطاء شي في حياتك هي حياتك بس لو تشعر بغيرك يزيد أجرك تحس راحة بضميرك زيلك رباع عن ظروف إنسان صعبة والف بسمة ترتسم من طيب خير يزيد أجرك تحس راحة في ضميرك زيلك رباع عن ظروف إنسان صعبة والف بسمة ترتسم من طيب خيرك هي حياتك هي حياتك وانت لونها بصفاتك هي حياتك وانت لونها بصفاتك حب غيرك شي حبيته لذاتك في ضلوعك نبضي وسع لأمنياتك خلي منها للعطاء شي في حياتك قلب واحد كلنا وإنسان واحد بالمحبة نزرع الفرحة ونساعد والتقينا وبيننا روح الجماعة فيها نتعاو وتحدى الشدايد قلب واحد كلنا وإنسان واحد بالمحبة نزرع الفرحة ونساعد والتقينا وبيننا روح الجماعة فيها نتعاو بتحدى الشدايد حياتك هي حياتك وانت لونها بصفاتك وانت لونها بصفاتك حب غيرك شي حبيته لذاتك في ضلوعك نبضي وسع لأمنياتك خلي منها للعطاء شي في حياتك فينا هم وفي عطانا خير بصمة فينا ميزة من معاني خير أمة ما نقصر دم ربك يعطيك الثار باللي نقدر وعلى الأقل بطيب كلمة فينا هم وفي عطانا خير بصمة فينا ميزة من معاني خير هم ما نقصد دام ربك يعطيك ثار باللي نقدر وعلى الأقل بطيب كلمة هي حياتك وانت لونها بصفاتك طيب بكرة رمني نبي يا شوفها كيف نجيب الحين رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا اخي ما ودي بداية الترب والله ما
والله انكر، ادور قاعده الارض والله، والله اني من الصبح انا قاعد كل شيء. انا ماجيك 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 راقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغارح رأى تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. قلب بالحق تعلق وبغارح رأى تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله. لبى قلبك لبى. انا منسجم مع اللحن بس كنت يا خليني اعيش اللحظه يا اخي، خليني انبسط يا اخي. جابوا لي عفاصير يا اخي، عفاصير جابوا لي، وانا ما ابي عفاصير، لكن هي رده فعل من المشكله اللي صارت اليوم. لا بهاني انا، لا بهاني، لا ابي ياسر، لا ابي زياد يتكلم عني. الحمد لله انا عارف نفسي، انا طحت بالمستشفى ولا حتى قالوا الحمد لله على السلامه. هذا اول نفس السالفه، عرفت؟ ولا الحمد لله على السلامه، غبت عن البرايم وما قالوا اي شيء. هذا اول شيء. ولا قال عبد المجيد بالمستشفى. انا ما اهتميت، اهم شيء اللي قالت لي، اللي ابرك من الجميع، امي قالت الحمد لله على السلامه. هذا اللي ابرك من الجميع، انا هذا اللي مريح. لكن اجل الملخص ما قال لي شيء، وانا اقدم لي اشياء يعني. هذا اللي يقبل انك تقدم، مبادرة الام لي انا تروح لغيري، مسمى لغيري، شو اسمه، حقة التعصب الرياضي لي تروح لغيري، ما يدرون ان يعني لي انا قايل لك هذه فقرتي، هذه لي، تقول والله ما ادري هذه لغيري. فقرت اليوم اجي اقول شو اسمه الهاني، فقرة الام يعطيني ظهره، انت قلت ما ادري وش قلت، وش انا قلت، ويعطيني ظهره ويمشي. اي والله انا شاهد. اذا انت كذا، انت شفته بعينك، انا شاهد والله. اذا انت يا هاني متعود كذا، اذا سولفوا معك كرجال تعطيهم ظهرك تمشي، هذا شيء راجع لك انت. انا شيء لي انا اقول اللي بخاطري، ترد تمشي، انا احترمت الموجودين. ولا انت لو انا وانت لحالنا وتعطيني ظهرك عرفت اتفاهم، توقعت معك. اليوم يتكلم لكن قدام الجميع انا احترمت نفسي واحترمت ذاتي وسكت. اسمع، احترمت ذاتي واحترمت الجميع كلهم وهجت، كيفه يمثل نفسه ما يمثلني ولا شيء. الشيء الثاني اني تجون تطلبون تقول يا الربع وين المبادرات، يا الربع والمبادرات هذه ما ملت عيونكم اللي انا قاعد اسويها. انا ما بيك تتكلم، قلت لك انا ما احتاج لا لسان الثلاثه كلهم، ما احتاج لسانهم، انا احتاج الملخص. صحيح ان الجمهور على عيني وعلى راسي، ينزل لهم باليوتيوب ويشوفون، وانا افتخر فيهم انهم يشوفون مقاطعي. هذا اكثر شيء مريحني، 28 يوم احترمت ولا تكلمت، وغيري على اي لمسه يطلع بروفايلك، يطلع بالكوفيشن روم ويقوم يسولف ويطلع اللي براسه، كل على راحته. لكن اني اصير محترم، اصير ضعيف؟ لا. يعني إذا هم يبوني أنا ما أصير محترم، لا والله ما أصير محترم. تقصد بروفايلك لناس وناس؟ ما مو قصة لناس وناس. أجل. كيفهم؟ أنا ما علي منهم، قلت لك أنا ما علي وش يسوون. قدمت شيء؟ كيفهم نفس، لكن أنا أقدم شيء. مثل غيري. أطلع بالملخص. مثل غيري. أطلع بالملخص. يا أخي بقول لك شيء، حقة الأم والله ما في أقوى منه. أنا أقول لك. قسم بالله أنا غبنت. تدري صداه وين طلع؟ أنا بعلمك صداه وين. من قوية. خلوا أم سعد اللي رفضت أم سعد تكلم سعد قدام الجمهور، خلوها تكلمه والسبب مبادرتي أنا، كلمته وقالت له حتى كلمة شكرا ما بي، وأنا ما أحتاج كلمة شكرا لأني أنا مرتاح من داخلي. حاجة واحدة، إن سعد كلمته أمه، كان مشتاق لأمه
وكلم امه والسبه من انا، هذا اللي يريحن اني قربت سعد لامه وامه كلمته وسمعت صوته وتطمنت على ولدها، هذا اللي يريحن. لكن تطلعون تروح تسمي هذه الشخص وتسمي اشياء الاشخاص، وانا قاعد لي مزهريه يا اخي، في اشياء قاعد اسويها انا قوي، لمتى 28 يوم لازم اصير تقول لك ما قدمت شيء، لازم اصير مجنون اركب فوق جدار واطيح على راسي اموت عشان، لا الظاهر حتى ما قدمت شيء والناضج تخسر اكل عشانك. ايوه وحق البطاريات. أيوة. والله دا 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 دا. لان انت بعينك ما قاعد تشوف، انت بعينك ما قاعد تشوف، انت حطيت براسك اني بس كذا انا امشي اسوي الحاجه الفلانيه خلاص هذه انتهي. لا انتبه لغيرك، شوف غيرك وش قاعد يسوي، شوف فلان وش يسوي، انتبه لفلان وش يسوي. في ناس يسوون لكن انتم ما انتم منتبهين لهم، انتبه لفلان وطلع فلان، خل فلان يسوي شيء. ثمان معقوله 28 يا الربع قاعد مزهريه؟ والله ماني قاعد مزهريه، والكاميرات ادري ان علي، وطلعت للمستشفى وشفت اشياء كثيره. يعني لقيت خويي بالمستشفى ممرض، هذا اللي صدمته، خويي ممرض سعد الشهراني لقيته بالمستشفى وجالس عنده، قلت بالله سعد ابى اشوفه. هو اللي يقول لي والله يا عبد المجيد ما شاء الله نازل لك اشياء كثيره وزي كذا وهذا. انا قلت اشياء كثيره ومعقوله لي الحين كم يوم ما طلعوا شيء يا ولد، حتى ملخص ما طلع يا اخي، حتى سؤال ما طلعوا لي، حتى يا ولد طالع تقم مزهريه زي كذا. قلت مو معقول، ونالته الا ما هم قصرين القناه، منزلين كل شيء عن كل شيء. معقوله الاشياء اللي تضرب والاشياء القويه عندكم ما تحتاجونها؟ تحتاجون اشياء ما ادري شلون جايه كل يوم. جانا بكره حق الجمهور يا الجوال فلان، جوال فلان خذ وقت، ونفس القصه كلها تتكرر. شوف مو من حقه، صحيح هم اداره وبكيفهم، لكن مو من حقك. هذا دخلنا برنامج مسماه للجمهور، انا رجال ما ارتاح الا لا شفت الجمهور وش يرسل، لانه هذا حقه. انا رجال اتحمس لجت فقره الجمهور. ما تجي انت تعال اسمع حياك. لا لا بس اسمع، انا اتحمس لجت فقره الجمهور بلس. ليش؟ لانه هو اللي احس انه قاعد يسوي شيء، والله والله ثم والله ان لو مولي اصبر اصبر اسمع، خليني اقول لك، ابغى اخليك تقول ان لو ما لو ما هي لي، عرفت؟ لو ما هي لي، لكن ارتاح لا شفت الجمهور مصمم على فلان وفلان وفلان فلان. اقول اكيد ان الجمهور مو مقصر، مصمم لي لو مقطع واحد انا ارتاح. خلونا نشوف يا اخي، خلونا نستان، مو تجي تحط لي براسك ان تسوي اللي براسك. يقول يعني والله ما ادري وش يقول لهم، لكن خلهم هم. تذكر اليوم اللي جينا فيه قبل البرنامج بيوم، انا مسكت مدير الاعداد هنا الحربي، قلت له في شيء نفس مؤتمر الجمهور، ابغى مثلا فيديوهات توصلني، ابغى هذا، ابغى شيء ودري يعطيني ردات الفعل الجمهور برا، انطباع يا اخي. كلمه من الجمهور يا شيخ استمر وحنا ندعمك، هذه الحاله ترفع ليش؟ اي ترفع معنوياتك. هذه اهم من اللي قسم بالله اني امس امس انتظر تغريده ما طلع الا فلان ما سوى شيء وفلان ما سوى شيء وفلان ما سوى. عندك لسان وانت جيت هنا، انت يعني حنا متسابقين وانت مذيع، نتعلم حنا منك شوي. تجي تقول يا طويل العمر يا فلان تراك انت ما سويت شيء، علشان الفلان هذا اللي ما سوى شيء يرد عليك، اذا هو ما سوى شيء يقول لك انا ما سويت شيء، واذا هو سوى شيء يعلمك هو ايش سوى، وتعرف انت ليش قلت هو ما يسوي شيء، تعرف يسكتك هو ايش سوى. يلا شكلي بطلع يا رجال. انا تدري متى؟ بكره يجي بروفايلك، بكره اعرف شلون اتفاهم. شكلي بروح الحفره شيخ يومين اروق، والله اعرف شلون اتفاهم. انا عرفتهم هم، هذا بروفايلك يحب المشاكل، فلازم انا لازم اسوي مشكله. لا يا رجال الله حقك بيجيك، ابشر باللي يجيب لك حقك، بس قل شلون. وش شلون؟ والله لساني لا يجيبه، والله انا اعرف شلون اتفاهم. خلاص ادخل بكره بروفايلك تكلم. انا بدخل زعل من زعل ورضا من رضا، أقول اللي عندي. أنا احترم 28 يوم محترم وساكت، جاء وقت أنا أتكلم. لا تسكت، شوف أنا بكرة بينادوني معك بعد. خلاص صرت طيب ينكر كل شيء سويته يا أخي. أنا ما أذكره بالمرة، قبل شوي حتى من زود هذا صار يقول الكومبارس اللي كان معك، ما نقسم القطة تقطع، بس لا ما كان قصدنا شيء أنا الحمد لله. بس عشان قلت يا شباب يجيكم واحد من الخارج يتعنى عشانكم وانتم راقدين، قال كومبارس كومبارس. يا
صديق الله الله صديق صادق الوعد وعدي منصفه صحيت بجيبها مقام ثاني انا من اليوم في الحجاز حجاز كار سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صادق الوعد منصفا سلام على الدنيا يا ليلي ليل رست يا ليلي ليل ليلي 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 يا من المقامات العجمية الرست بس لا لا كلها مقامات عربية عربية أجل الميجا وال السيجا السيجا اسم والميجا. السيجا المسمى رست المسمى فارسي فارسي اسمه والمسمى بس إيه ولا هو مقام أنا أذكر درسته قبل بس والله إني ناسيها مع مصطفى العزاوي إذا كنت تعرفه إيه إيه مبدع مصطفى العزاوي إيه ذاك أيام الأناشيد كان عندي ميول قوي للهندسة بس ولا زالت له دروس كثيره في النت في اليوتيوب لا انا درستها معه لايف يعني اقصد إيه ايش درستها معه لايف يعني حضرت دوره هو كان يقدمها ما شاء الله في مكه كانت طيب بس نبغى منك وعد يا محمود وعد بيش يا حبيبي تسجل لنا انشوده كذا باللغه العربيه الفصحى من الابيات القديمه هذه زي حقت عندي لو عندي قصيده باللغه العربيه فصحى ورك يا اخي ما ارسلت مسجله ورك ما ارسلت قصيده قبل 700 سنه لا تكفر سني تكفر موجوده معك في الام بي 3 يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب تكفى يا محمود هم الأحبة وإن راهوا وإن عدلوا الله الله زمان سجلتها قبل 3 سنوات أنا سجلتها في ليلة العيد حلو؟ حلو سبب تسجيلي للعمل ده لي صديق اسمه خالد مسفر الجعيد نعم اللي سجلت له الشيء لذيك يا الجعيدي لا هذا واحد ثاني هذاك الجنيبي هذاك الجنيبي هذاك محمد الجنيبي مذيع في قناه ابو ظبي معروف عرفت كيف حلو اللي سجلت له الزفه ذي حلو لا هذا خالد الجعيد وليس الجنيبي والنعم ما عليك زود انعم فيهم كلهم سافر قبل العيد بيوم إيه؟ حزنت مره يا حظه اي والله ايه فرحت للاستديو وانا مشحون مشحون ايش حزن كذا مشحون خواطر وحزن يا لبيب المشاعر ايه اسلم ففتحت المايك يا حبيبي ايه فتحت الجوجل قلت ابغى قصيده ترجم مشاعري حلو ولقيت لقيتها هم الاحبه ان راحوا وان عدلوا يا رب انها معك في الامبي 3 يا رب هم الأحبة إن راحوا وإن عدلوا ها هم آد وإن جدلوا لا 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 ترارا ترارارارا عرفت؟ فطلع لحن سجلته مرة واحدة أنا كان خاطري ألف كتاب واحد تمام؟ لكن الحين أنا ودي ألف كتاب عن الفكر وكتاب عن صوت محمود الله 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 إي والله يا جعل نفذة الصوت ما شاء الله هذا إطراء يا أستاذ عبد الله كبير أول شيء أنا ما بستاذ من أستاذ يقول عني أستاذ هذه قوية لكن أنا أقول أهلك ترى بدون مجاملة خاصة في مسألة الصوت أجل كويس فريق الدعم حقي راح يرجع لي عقب ما راح لك راح له؟ راح لي؟ إيه ما تشوف قبل البرنامج قالوا فريق الدعم نبغى نروح لعبد الله نجيبه والله ما أدري ما شفتهم أنت في الفندق؟ والله أنا حسيت حسيت والله وعشيتهم أنت من العشاء التركي ذاك أوه وزودت لهم شاي يا حبيله يا رجل ذكرته ناسين؟ لا لا ما نسيت ذكرت السالفة وشفنا استقبل يوم أقول له أنا شايفك استقبل يوم آخر لقاء يوم يجيبك هنا ايه 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 عيسى ايه حبيبي اللي يقول اتابع سنابك الصباح
يا حفي عبد الرحمن الصيعي. ايه والنعم والنعم. الا هذا ها جاهز في جلسة معكم معكم. أنا من عشاق الأصوات، بس في أصوات مميزة. يعني أنا الناس اللي أسمع لهم فعلا ترى يمكن اثنين أو ثلاثة فعليا، والآن صاروا أربعة معهم أو في قائمتهم محمود. فعليا في صوتك مش بس مجرد جمالية الصوت، أنت ممكن تشوف يعني أجيب لك الألوان الجميلة المزهرية هذه زين، ولا هي بتشبيها بك لكن شوفها جميلة. لكن لو ما كان فيها إحساس، مجرد جمال شكلي كذا كبير الكلام، أنت أضفيت على جمال صوتك الروح. أنا وأنا أسمع صوتك قبل شوي قاعد هنا، أنا قلت تفاجأت أني قاعد هنا، لا وكنت ماسك كتاب قاعد أقراه، وتفاجأت أني أنا أصلاً الكتاب صار ما ما يعنيني، صار كتاب في شيء أهم أني أنا يعني أهتم فيه، مع أنه كان حاطه أولوية قبل شوية بقراه، لكن صار في شيء أهم. خلني أقعد هنا قاعد أسمع، يعني في روح جذبتني فعلاً أني أقعد هنا. يا بعد راسي الروح اللي تملك يا محمود شيء جبار. الحمد لله ما أستغرب ثقتك. ذلك يعني فضل الله يؤتيه من يشاء. أي والله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ما شاء الله تعالى الله، إن شاء الله ينفع بصوتك كذا. تخليني لما أدي حاجة أطالع فيك عشان أخذ منك طاقة إيجابية. والله شوف أكون صريح معاك، وأنت لما دشنت الشيلة تمام، أو هي تسمى شيلة، ما أحس أن تسمى شيلة، بس لما دشنت العمل اللي أنت سويته أنا كنت عارف أنه في شيء مميز. محمود لازم يحط لمسته كمحمود. عجبك العمل الإحساسي؟ شوف قلت لك أنت مو بس صوت جميل، روح الصوت الجميل يا رجل. هي حزينة فعليا، يعني تخنك العبرة شوي، بس قاعد تهز راسك تسمع كل كلمة قاعد يقولها، تحس انك انت عايش فعلا، يعني كأنك تحكي قصة، قصة الأبيات هذه وتعيشك فيها. الحمد لله أهنيك والله. الله يسعدك يا بعد قلبي. أهني بعض مما لديك بس الطرح. عادة لا تدلع وتتغلى لسه على القادم. أجمل قصيدة الواحد شاعر مو معروف إيه؟ بس انا احبه. اسمه نسيت اسمه يا اخي. ابو سبحه. ايه عرفت كيف؟ تعرفه؟ والله ما قاعد احكي معك. مطرمخ ولا مو مطرمخ؟ والله انه كفو. اقصدك يا عبد الله لعبه تعال. وش هو؟ تعال ايش عندك؟ وش حلك ولا وش؟ يا سواق السيارة. لا لا حط يدك وراء. لا تمسك كذا. ايوه كذا. يا سواق السيارة يا سواق السيارة. اطيح من هذا انت جد واحد يا ابو. والله ما فيني حيل صبات مكسرين بس بس انت بس اتحداك تخش يسار 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 يا لا 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 شغل يا محمود. شو مسوي فيك الهم يا محمود؟ حزينين رجال معك سواق. كوبو يلا محمود شيل احنا احنا نسوق. ما ولد العهوه صدق كله عليه. رجله مسكين رجله. اصابك يا رجل. كمل اصابه خير. ودك مستشفى. اركب ودك مستشفى. عطنا شيله. امسك روحك. يلا اقضب عمرك. لا نزل عشان ما تطيح. إذا نزلت أكثر زين ترى. أيوة. يا أبو بس بس بس. زين عشاء. كم تعشين؟ لا أرجع شوي. أرجع. إيه أرجع بعد. أيوة. يا سو. مو مثل عشام يا حبيبي. عطنا شغل شيء بس. يا هذا ما يشتغل بس سجل ما يشتغل شغل. يا صواق سيارة يا صواق يا حيفي يا بعض الرجال جيل يا حيف اللي ما والله شط عش الجو فحط صح. يا حيفي يا بعض الرجال جيل يا حيف تحت خلاص تحت صبر ثلاث ساعة
الله 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 انتبه انتبه يا عبد الله انتبه. لا هل ارفض ذا امسك روحه تقوم تعكس بك تقول ارفض عجل الله رب العالمين. لا 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 انتبه تحذيره تحذيره انتبه خلاص يلا انزل يا هي تعال تعال يا سواق بس وين تبي نروح؟ فحطين تقول بس لا توكل لا توكل الا خش بطلة الا اصبر 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 عند العود اي هذا العيش اي اي من جبال اي محامي اي محامي كفو يا محامي كفو كفو بعدي كمل 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 بطل جوك والله انت اللي بطل جوك يلا يلا والله ترى سواق انا ايش رايك شو اخر فرشه دي؟ عشان ناخذ راحتنا ولا عشان نخش من عندها؟ لا عشان خشات بس خلينا نوسعها شوي يلا والله تصدق ضبط الجو؟ ها؟ ضبط الجو يا حذ يا بعضر يا جيل يا حذ اللي ما يلا يلا اسمع توكل على الله اقرا معوذاتك اسمع لا يلا مشي انا لا اصبر اسمع ما بي السرعه تقل عن 200 امشي اي انت تو 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 لا تفك بس تكفى الله شوف خش شوف تعجز لا انت تعجز عجز اي يعكس على طول لياقه لياقه هات اشتغل لياقه تعب لا تزلق ذوري ام حق ازهله ازهله لا ينفقش راسي هو شوف انفقش راسك فدا ولا الشعب السعودي يا انت انت اي حبتي العب العب يا محمود تعال تعال اصبر عبد الله عبد الله محمود عبد محمود والله تعبت هارت وركب انت بيكسر كرسي والله محمود بالله شغل لي شيله مسرعه تكفى محمود يلا يلا طيب وقت رحت سعفات اوليه يا رب سعفات اوليه جيب النقاله العده حقتك وينها موجوده جيبها يلا لا 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 تعود شطه شطه معك خلاص ما تركب ها مبروك معك انت والله لعبه حلوه تعال والله مع نفسك في عاصمه كنيسه والله تعبت انا عاصمه خلنا نعيش كنيسه فينا عاصمه كنيسه يا محمود يا طرح. اسماعيل تلعب لا هذا ما يعجبه بيطيحني يا اخي تبي تلعب ها بس لا تطيحني لا ما اطيحك يا قلبي يلا خلي شايبك استانس الحين اه اله الا الله لا اله الا الله ايه عندكم عصا كنسة انت شاعر ها فيصل انت شاعر ما ادري والله انت شاعر شوف الكدمه ده انت ايه فيش الحيل والله بوجودك الله يسعدك يلا اوه لا 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 انت من تحت يعني لا 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 امسك يدي امسك يدي اطي 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 يا رجال تعال دون شطه ارفع رجولك ارفع رجولك كرسي كرسي الله والله سواق يا سواق السيارة يا سواق السيارة يا سواق السيارة الله 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 شفت انت كيف ما طحت الحمد لله هذا القيادة والتحكم هذه القيادة اسمعني اسمعني بروح ابدل الثوب من هو القيادة والتحكم بالله عطني عصا عشان اسوي سفينة بالله ابدل الثوب وديك اعلمك الطار ايش تسوي تركب برم برم اركب معك تعال على البلد امسك 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 انت وقت تطيح ما اعطيه يلا يلا الجرلة الجرلة الكنب يعني دخل طارق صح؟ هنا مخ ما شاء الله والله انك ذهين ما شاء الله لا 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 انت انت
كيف المخ بس؟ والله ثك مخ والله. كيف بس؟ يا محمود أنا يا محمود. أنا عبد الله الجبال محمد تعبان. لا والله لا لحق يلحقك يضرب طبعا. أوه إصابة. محمود على فوتك. من بعيد خليك حذف من بعيد. من بعيد أجلك. بس تروح عند أغراض أنت. خليك قريب. هدنا هدنا. تفوضات تفوضات. يلا هدنا. هدنا هدنا. تفوضات يا شو اسمك؟ يا نجيبان. أنا عند هذا اكسر الكاميرا يلا اكسرها. الله اكسر. اكسر الكاميرا. يا صوت صوت الهدرة ياهو بدري عليك يا كاكي اجيبك يا خلاص ثلاثه خصم عليك بكره اكثر من خصم اللي عليك انت جوالك بسؤال اثر كذيب خلاص خلاص يلا انتهينا انتهينا خلاص انتهينا خلاص خلاص سوام رجال اكيد حطه وحطه والله والله وعدتني وعد يعني برجع هادي يلا رديت يلا ردها ايوه تركني الخيانه مبروك الخساره مبروك الخساره انت مبروك نزل عرق اكيد هادين اني اجسد اكثر حرقت سعرات حراريه هنيك ما بيكون سحب يقدر صيدك الى كرتون هنا لقيت الصلصه هاي هاي كلها لقيت الصلصه صلصه ايش صلصه عاديه ولا هذه حقه اللي شطه ماشي ادفع ولكن كلمه تعرف هذا الرجل ده الله ربي يستر هذا انا تابع والله ما اعرف لك عنك الخير ولا قد التقيت فيه ولا شيء بس انه من الناس اللي انا جوه زي جوي بنسبه يمكن 80 لا اكثر 80. بعد يوصل 93 نسبه المطبخ يا ساتر يا ساتر الله يسعدك يا حبيب قلبي يطول عمرك ويسهل امرك اللهم امين وعين بكره على ابراهيم اي والله بس والله العظيم مصيبه ما عليه ما عليه سهلات سهلات عسى الله ييسر اي بتزين ان شاء الله بتزين بتزين قاعد افلف كذا اخذ رايح جاي رايح جاي تخليني اقول طلقه جدي شوي خذ راحتك حبيبي انا باخذ لي لفه اروح واعود لين يخلصون الحلاقين خذ راحتك جمعيت يلا شو لين ايش اسم الدجاجه تخلص لين ايش ربع ناقي يخلصون اي والله والله العظيم اني انا ودينا يا رجل شو اسوي لازم يا حليلك يا سلو يقول لك لازم تسرع الخطى يقول عشان نعيش اللحظة والله أني أفكر أحطك لكة النص لكن خل ما يسوونه بنسوينا شغلة ثانية إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أحمد قاعد الف تدا رايح جاي يسعد صباحك كلما سمعت انك تلعب رياضه اليوم صحيح ذكر الحبيب ترنما تلعب رياضه اليوم صح وروح اعدل الشلال حياك اخذ لفه وجيك اي والله انا لعبت شوي
خلنا نمشي يا ابن الحلال. يا احمد تعود تسوي انت الدفه ها الدفه انت مازان بسوي الجاش الحين بركة المشكله ما في شمس قويه عشان كذا ممكن ما اتاخر في الوضع الماي مشكله الماي اللي دش هنا عليه سمنانين تشتغل في الحين الحين ولا تخلي حبيبي والله أنا قاعد أنتظر اللي هناك الربع اللي هناك حتى أخذ سرعة أنا أول واحد الحين أول واحد يطلع أخش طيب عرفت طيب ولا أنا أدور كذا بجيك كل شيء رايح جاي بناديهم أنا الحين خصم خصم عليهم على طول لا تسلب حيك أحمد أجل يقولون الصف الثالث أجل ها أنا الصف الثالث ستبدي لكم الأيام نطلع جوهم صف الثالث طيب انا صف الثالث الصف الثالث الصف الثالث الصف الثالث الصف الثالث الوعد قريب وما هي الا لحظات تزين امورنا فيها ما عليه الصف الثالث اوكي كثر البكا يا عين جراح جفوني يا عين لا تبكيني يا عين يا عين كثر البكا يا عين جراح جفوني حنا على المكتوب بالحيل راضين ما قدر المولى علينا يكوني
حنا على المكتوب بالحيل راضين ما قدر المولى علينا يكوني العيني تبكيني يا العيني أنا في الصف الثالث والوعد قدام يلا لازم واحد يستفزونه شوي عشان يشتغل صح الله يزينها لا ما عليه ما عليه جايكم جايكم ابشروا بالخير ابشروا بالخير نسأل الله بس التوفيق يعيننا ربي بس ربط الأمور أنا استمنيت إنك لكت معي بس إن شاء الله الكلاكت الجاي هذا خله يروح الكلاكت الجاي إن شاء الله الشغل عندي أوه. في دم طلع بس ماري من وين جسمي قاعد يهرب دم ماري من وين الحين بالكراسي يدي شو اسمه سرور احمد شوت شوت وتبطع هيا شوت روح العب روحك عطى 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 طيفت هذا جاتني في العضل ما عليه ما عليه يا ابو حمود هذا هذا المنظم امحق منظم يلا يا احمد احمد يلا يلا مره ثانيه لا عليك تعال هني انت جري يلا هادي ترى بيشوتك بقوه يا احمد يلا تفكش راسي تموت ابعد ورا يلا وعد يلا قاعد تشوت والله ما اعرف اشوت خلاص احمد برا احمد برا خلاص افا والله احمد برا سرور تكفى يلا يد واحده يلا يد واحده يد واحده ايوه على طول ايوه آه واحد صفر يلا سرور لخمسة 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 خلاص يلا شوف خمسة يلا يلا خمسة فيصل لا لا أحمد لا خلاص بدينا بالمبروم لا لا ها والله رد عليك مبروم تحيز يا فيصل ولد هذه 2-0 لي زين تحسب عليه هو يجيب مبروم شوف امسكها امسكها سوي ايوه واحد صفر اثنين شوف وين وداها كذا صعبة يا شيخ يا فيصل لا وين وداها شوف انا اعطيك اياها وزنية 2-0 2-0 وش تحطه وراي؟ رده رده جد والله لا لا واضح 2-0 يد واحدة والله يد واحدة قسم بالله شفت نفسك شفت نفسي ها النية توسخة النية يا ولد شفت فوق شفت فوق كذا الرأس الخرب يا دول ما شوه ملك بسنة والله بطلنا والله الفنان والله بطلنا 2-1 2-1 يلا حظ ترده يا ليت الحظ حلو يلا ويا ترك على طول ثلاثة اسمع اسمع انا الكبس ذا عماني خل تعال يلا والله العظيم 3-1 خليك كذا تعالين هذا يعميني بعد 3-1 3-1 بغيت اجي اربع لي ما فيني عليك وما يسرك ولا يلا يلحقك عيب يسترك يسترك من الأجواد في جهل دلال يكفيك من طلق الحجاجات ترحيب وترى البشاشة واجب الضيف كله
الضيف عينه في وجه المعازيب ما ينشدك لا شك قلبه يدله يكفيك من طلق الحجاج الترحيب وترى البشاشة وجب الضيف كله الضيف عينه في وجه المعازيب ما ينشدك لا شك قلبه يدله خالك وميسورك ولا يلحقك عيب يسترك يسترك من الفنجان يدله ولا الردي من هالعذاري ولا الردي يلحق ولا الردي يلحق من هالعذاريب لو كان تجعل خيرة بليك اقرم له يا رب جمل اجودي فالمواجيب يستر عليه انجافي و يستر عليه انجا من الوقت خلا خلا كم واجب بين العرب حق ومصيب يترك لفقد الشيء ما هو لقله كم واجب بمصيب يترك ها سرور 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 ارحب مليون والله عرف الرجال يحرك بعض الناس ها عرفي احرجته هنا عرفي تحدي هو اي وش اسمه ايش كنت تقول انت الكلمه ترفع تستفز ايش وش هي كنت تقول ايش زي تحداك لا مو تحداك حاجه الان ايه اقعد اقعد زي هذيك وش الكبسه اليوم من هذا ولا من هذا والله ما ادري بطبخين كله ما ابغى بقي شيء في الثلاجه ولد قرد خارج السر وش كنت وش عندك انا كنت ابغاك في شيء صح بدل وتعال ايه ببدل ثوبي بس بلبس ثوبي الثاني بتقول لي سالفه كنت بقول لك والله اني نسيتها والله لكن خليني بحاول اتذكرها وانا ابدل ترى لسه عبالي ها لا تخليني متشفي عليها وين يا ابن قربه؟ روح كذا وجهك يكفيك من طلق الحجاج الترحيب ترى البشاشه واجبه ضيفك الله الضيف عينه في وجه المعازيب ما ينشدك لا شك قلبه يدله فلك وميسرك ولا يلحقك عيب يسترك من الاجواد فنجان يدله ولا الردي ولا الردي يلحق من هالعذاريب لو كان تجعل خيرة بلك قراله يقول يكفيك من طلق الحجاج الترحيب ترى البشاشة وجب الضيف كله الضيف عينه في وجه المعازيب ما ينشدك لا شك قلبه يدله فالك وميسورك ولا يلحقك عيب يسترك منا يسترك من الأجواد فنجال دلة ولا الردي ولا الردي يلحق من هالعذاريب لو كان تجعل خيرة بلاك قرلة يا ربي جمل الأجودي فالمواجيب واستر عليه انجا واستر عليه انجا من الوقت خلا كم واجب بين العرب حق ومصيب يترك لي فقد الشيء ما هو لقله انا يكفيك من طلق الحجاج الترحيب كيف العاف الله 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 شكرا على الطبخه وشكرا على الصوت شكرا على كل شيء الله يسعدك يا ابو سعيد عز الله انك
عز الله ان شفتك يا ابو سعيد تسر الخاطر والبال. جلك تسلم. شكرا والله. اي والله يا ابو سعيد ان ايش تسوي انت الحين؟ والله يا ابو سعيد اني لا تسال الطباخ وش يسوي لاني ما ادري وش اسوي، لكن بالنهايه راح تاكل شيء حلو. كفو. صدق اني بسير ارقد. ارقد واذا خلصنا اصحيك. كفو. ولا اخبي لك. ولا ما ادري وش. عاد يبقى لي نصيب. باذن الله يبقى لك نصيب، بس وش اللي رقتك بدري للساعة؟ يا اخي ما رقت للساعة 9 ونص الصبح، صحيت الظهر. هذا اللي ابلشك يعني؟ ايوه فحس اني مشوش كذا، عرفت الرادي اللي منزل لي الحق اللي مشوش كذا. ومع مع شو اسمها شو اسمها مضيافة اليوم؟ مع تحركت وأديت مجهود صراحة، وحمست ابو سالم. الله يسعدك وشرف والله عظيم يا اخي انه يعني يشيد بالصوت لا هو ولا بندر بن عبيده. اي والله الحمد لله. هلا بالخصم. يشكي وراء ظهري. بس صار شيء. يشكي وراء ظهرك في وجهك. ويقول لي قصيده وحركات. قصيده. بشر صار شيء الجميل. انا؟ كلمت ناصر. اي والله كلام. بلغت قال لك يا ابو. قلت انا لي علاقه بفيصل بن قربه يوم. بلغت قال لك. خطا فردي يقول له يعني هذا. قلت خطا فردي انا ماني مسؤول انا وكيل ادم على الذريه. حقك خابر انا بس هو ايش قال؟ لا لا قال هو قوه الثانيه والتحمل. طيب وش قال؟ هو جاري قال هذا فيصل ايش يقول؟ قلت ما عاد فيها مجال. من النهايه ما عاد فيها مجال. قال والله ما فيها مجال. قلت يعني في ظهري في ظهري. قالوا في ظهرك في ظهرك. قلت السلام عليكم. مره ما حا. عوافي يا ابو سعيد ما تطلع ابراهيم ان شاء الله. عوضنا الله سبحانه. عوضنا الله مثل ما قلت قصيدتك ايش قلت؟ نسيتها لكن ما هي الحال اللي حزين حتى سوى وجهه حزن كئيب يا هذا السؤال كل الحنين عندك اللهم المستعان يا ابو سعيد هذا مقدر ومقسوم من الله. ما فيها كلام. اي والله الحمد لله على كل حال. هذا مقدر ومقسوم من الله سبحانه وتعالى. نعم واسال الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه. الناس تنسى شيء كبير احنا على جوال قرشين عشان أوه يا أبو سعيد خابرك وسع بطاين وسع طانة وسع بنايد والله من حقه يتكدر أول شيء خاطره والله وسع البنايد في العزايم قوية عزوم وسع البنايد في الشدايد قوية قوية عزوم والله أني ما تهنى بحلو النوم ورفيقي والله رفيقي والله أني ما تهنى بحلو النوم ورفيقي عليه هموم الأيام ملتمة لأشيل الحمل منه وحطه علي وأقوم مقام يورد ضامي الماء على الجمة على الجمة حصل ما حصل والعبد والعبد يصبر على المقسوم يدور الزمان ويخرب العزم والهمة ولكن سامحني ترى العلم فيه علوم ولا يفرح اللي بيننا نقول النمة نقول النمة ها اقرا عليه طيب انا بروح ارقد تبغى شيء بالله اني رقدت قبيل ولا عاد في وجه اللهم انا مخصوم ما عاد الا بكره اصبر اصبر لا تروح تم باقي خمس دقائق وتنجح حكم تروح ارقد يمكن اسوي نفسك عشان ما يجيني خصم جيب كرسي جيب لك كرسي وش طالبك يا فيصل ابشر شعرك وش تبي لا تمنعنا من الخصم لا بكره وش اسوي؟ لين يقولون ما انت في النومني لا ولا اذا طلعوا النومني فعاد ودعنا الله لكن اصبر لا بكره وش اقول طيب؟ شد حيلك انك ما تحاول انك يعني تنفع ما تتكلم خلاص باقي ساعه لا تكلم خذ راحتك ها وبه سواليف غير الخصم واجد وبه قصايد معك ملا الدفتر تنق منها شيء طيب ما نبقى قصيد بعد اليوم لين بعد اقطع لين اشوف ولا امسيتك امس تغطي كيف ما شفتها سد اللزوم ما شفتها انت مشكلتك الا تحلمت فيها ولا شفتها في اليوتيوب قفطني ايش عنده هاني لا ما بهاني انا جوا كان ما يعطيك اياها تذكر هو الكشاف اساس ان دخلنا لا اكيد كثير يا فيصل والله يا فيصل يا حليلكم يا عيال والله يا حليلك انت كان اعطيت الجوال على قال اكلم شيباني لا تقول يا حليلك لا تقول في الكلام تشوفك شيبانك يجمع علي يقول هذا هذا على اساس انا ما غايد الا حتى من اساس انه ما دعوا عليك لا 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 والله لا والله تشوفني حزين اليوم لا والله ما بيدعوا اني اعرفهم راح يردوا يا اخرتنا افراق يردوا على ابو سعيد يقولوا له انت تستحي شكرا على شوفك ولا جوال تزعل اسكت بس يا ابو سعيد يا حبيبي يا حبيبي كل هدي تزعل من رفيقك عشان نقاط ادري يا اخوي ما ادري لا تعودها خلاص يا اخوي هبا التالي ان شاء الله انك تجي قوتي الثانيه مره ثانيه ان شاء الله اني ما عاد اقابلك الا في خير تفال خير ان شاء الله اني ما عاد اجي معك لا قوه ولا شيء خذني محفل مليان لكن بغير البرنامج
ايش وش حبيبك كان ما قاعد البرنامج ايش حبيبك وش فيها شبابك انت تخصب علي نقاط انا انت كان ما نفعتي ولا فرخه ومتى تنفعني كان ما نفعتي في الشده ما انت ما قاعد تفرخها بنفعك على الطيب والعلوم الغانمه يا رجال قم ما انفعك في قوانين قد وقعت عليها هذه النقطه خصموا عليك اللي قروشنا فيها 30 نقطه ودينا 30 والله لا اعطيك الجوال انا 30 نقطه والله لا اعطيك الجوال 30% 30% كم تجي كامل وخصموا عليك ظني 100000 اخذ منها انا 30000 قول خلوا خصموا علي 500 نقطه 300 500 فوق كنا 500 250 50 صح قلنا 500 240 150 جعلها فدا يا ولد عيب تحاكين عشان 150 صار يطالبك 150 ريال اعطيتني على طول بعطيك يلا اعطني طرف لي سكين لا لا تعال شيطان عشان قطع معك ما شفت مسرحيه الفريق الافضل امس او صح وتاثرت انا ابني ضميري خلاص ساعتها المشكله المشكله عبد العزيز كمان ما دخلك لكت دخلتك لكت ولا لا؟ لا دخلت لا انا ما انا ما دخلتك لكت ولا عندي مطبخ اموري في السمباتيك جا كم 400 ما شاء الله 400 ريال اخذها حق الخص ها ما عليه خلاص بتروح في حق الجوال انا وش بعوضها؟ اي صح الحين يعني 500 مثلا قرروا 500 ما هي ب 500 ايش ترى؟ خلنا نقول مثلا بيفتحون الصندوق ونشوف كم لا يلا لا يلا حق مثلا قرروا 500 صح؟ خصموا علي نصها ثلثها فوق النص علي يعني يمكن تقريبا 400 اللي اخذيتها هذيك وانت الباقي صح؟ يعني ان شاء الله ما خسرت شيء غير النقاط اللي جاتني راحت وانا وانت خسران ان شاء الله 550 الله يوفقك يا علينا قوزي والله يا حليلك انت يا علينا قوزي يا ابو سعيد حالتي حاله بعد الخصم طيب تسمع يا ابو سعيد كيف؟ ودي يا قاري سلام هذا اللي عليه 70% الحين انا اقول صف السنه قد عودت له ها؟ خذوا من القاط حقته ما شاء الله اللي فوق الكيس انا دخل اللي في الاعداد يدور الزوايا انقط واشتل الباقي لكن يعوضنا الله سبحانه والخير يوم اختار طلعنا برايم ولا انقط هذا لعيون الشباب وخصوصا انت عارف المين يعني تفاءل بالخير نعم نعم تفاءل لا تقول انك عشان ما يسمعونك الله يسعدك بمناسبه تدشين العمل هذا وفي اعمال كثيره راح تدشن يعني في اشياء كثيره كفو الله عمل كيفك طيب والله عمل يشكر عليه ما تعنيه الكلمه أيوة أنا مستغرب إنه مخبيه من زمان ليه؟ ها؟ يعني ما طلعت البرنامج محمود يلعب على البعيد على أساس إنك أنت ما فاجأتنا يوم جاء الشيخ عايض القرن داهمتنا ويا ولد طالع والله إنه على القريب درجة ما تخيلها لا إله إلا الله كلمتنا يا أبو علي حتى نسوي لك احتفالية ما قد حصلت والله يا أبو تستاهل يا أبو علي سعيد الاحتفالية الكبيرة أني معك أنت شوف الله يرحم والدينك ويجزاك خير يعني ما خلا يا ابو والله ان شاء الله محمد عثمان توارب بس بينا مشاكل لا لا ان شاء الله ايوه وش لنا وش المشاكل ابو جينا نتمشى انا ملعونه يا ابو عبد الله اي والله خدمه من كبدة الله يستر امرك سلمي على قوتك الثاني ازرق الواحد الناوجي اقول لك انا قصت عليك 30 من قوته الثاني اي بلغه السلام بيجي ريحتي اخذت بصل وانا ماني فاضي ثوب جديد ولا عندي غير ثوب هذا تبدا والله انا عاد معي ثياب انا ابغاك وياها والله انا دولاب قلت هي اصفي ما اعطيت الميكونه قالوا بنقاط قلت لا خلها بابا تحت الفراش لين تنكو والله يا ابو سعيد البسها والله انا جيت اودي المغسله قال يا خله يمكن اطلع ابراهيم ولا شيء وقلت صرف مرضاته قدي مع يا ولد الله يوفقك ليش تقول ذاك انا بطلع ولا شيء زين ما في انقدي مغسل عندي يعني على طول ما لا على لا خذ عشان اضمن جوبين يا ابو سعيد في مكوى لا لا والله ما قصروا جابوا لنا مكوين حق المغسلة ذاتش وفيه ذا اليد وين حقت المغسلة ذي؟ ذيتش اي وين؟ موجودة ها؟ موجودة بس يبغى لها منشفة او شيء على الحديد بس او مفرش اي عرفت؟ عشان ما يطبع في الثوب ولا يحترق ولا صدقت اقول لك ذا وضعه حط عليه الامور زينة الامور زينة باقي لنا بصلاة واحدة بس ايوه الحين بموح على الذبة ما شاء الله يعجبني فيك يا اخي شغلك مرتب شغلك مرتب الله يسعدك احمد سعود سوى لنا هذا اليوم الصبح بيت ما بقى شيء الا وندره مخوش الدنيا خوشه في القاع حتى طيح البيت لكن انت شوف ما شاء الله كيف يا اخي فين ابو علي عنك فين ابو علي؟ اخ بس هذا البصل قوي ذا دمع عيوني دموع تثير المشاعر تنظف العين تثير المشاعر وش في مشاعرك
والله اني حزين يا ابو سعيد على فراقك. الله يطول عمرك. خلاص سملت اني يا فيصل رجال يبكي وحزين على فراق رجال حزين على ايش؟ شوف عيونه ده 4-4 حزين على فراق فيصل يا رجال. صلاح ماني برايح انا اكثر العزيز جاك صلاح ماني برايح اكثر اثنين اتونس معاهم وخاطري يزين عندهم فيصل رجال خاطره ضايق يا فيصل ابله قصيده يستاهل شو من قصيده؟ ايه اسعد في قصيده بعد ها؟ اسعد من؟ اسعد بالله والله اني جاي يقول والله نبي قصيده كتبت لها 4 بيت قال لا زودها بعد زود ما بقى ربك تعين من عنده شرها كتب في قصيده ربك تعين من عنده شرها يا رجال لا تقول له خير والله روح ما تدري يمكن يهديك كاميرا مالي زين التصوير ها؟ يقول ما احب الاعلام ولا ابغى فلاشاته فلاشات على ما يصلح لي الا جو ديرتنا ايوه يقول سلامي يا طرب روحي هلا يا بنت بن عمر هلا بالطاري اللي دايم يهديني يسراج ربيت بهاوه عزاد ديار وضمت الضمر الله عليك ما لا ذل الضعيف وجمرة للغيظ وهجا فلا يا نجمة بين النجوم وبدرها سمر تسمى التمنية نبتة الخزم ولف ديباجة هذه في دير في تمنية الخضراء وإن شاء الله تزورنا يا محمود بإذن الله إن شاء الله في الديرة ونوريك الجو العليل والتراث والحضارة القديمة عندنا مسجد من 103 من عهد مدري والله من مروان اسلام من عبد الملك الله يرحمه قديم قديم جدا من عام 103 هجري يعني له فوق 1300 سنة لا إله إلا الله والجماعة يحاولون أن يدخلونه في التراث وآثار المملكة السياحية إن شاء الله أن يدخل بإذن الله بإذن الله إن شاء الله شو كتير بيلبع عليك الطبخ شكلك هيك شي شكلي هيك شي شكلك كتير مهزوم وانت عم تطبخ يا ابو سعيد في لك اخوان اصغر منك الله معي عبد السلام واحمد عبد السلام واحمد اي اصغر العنقود احمد عبد السلام صف كم واحمد صف كم عبد السلام يا باقي الروح سلامه في صف ثالث ثانوي اسمع عبد السلام وتسموه سلامه عبد السلام لا والله ما ولا سلوم. اسمع عبد السلام سلوم سلوم صف كم؟ ثالث ثانوي ما شاء الله ايوه رجال ايوه و واحمد اصغر العنقود في ثالث متوسط يا قلبي احمد احمد ذا طبعا عجبه عجبه ليه؟ باقي اخواني كلهم والله اني احبهم و احمد ليه عجبه؟ يا اخي حفله ها؟ حفله اي والله اي شيء تبغاه يسوي لك يعني مو هادي مو شخصية هادي لا عبد السلام الهادي المستكن عبد السلام ما شاء الله عبد السلام هادي هادي ايه اما احمد لا هو هادي بس ما هو قصدي راعي مشاكل وكذا بس انه لا بس اقصد انه حيوي اي حيوي جدا ايوه واكبر اكبر منك كم واحد عبد الله جوني عبد الله اكبر منك إيه؟ يعني عبد الله وعبد العزيز وعبد السلام واحمد وعبد السلام واحمد ثلاثة عيال أربعة عيال شباب الله ما شاء الله والله يديم عزكم اللهم الله يفرق شملكم اللهم امين وياك يقر عين والديك فيك يعني الكبير عبد الله قلت لي ولا يا عبد الله عبد الله متزوج ولا مو متزوج لا لا بعد ايوه ايوه ما هو متزوج عبد الله لا ما هو متزوج وثالث ثانوي عبد السلام ثالث ثانوي اخر سنه
نسال الله يوفقك. اللهم امين. هو احمد الان هم دراسه ولا لا؟ والله يدرسون. يدرسون. لا هذا الحين فالين هم مسامرين. اي صح اليوم عطله. وكنت بالعاده وش يسووا؟ غير اذا هم يسمعون اذا الحين يعدون يرقدون عشان ابوي لا يحتفل بهم بكره صلاه الجمعه. صلينا الجمعه اليوم يا يا الامير. اللهم اليوم صلينا الجمعه الحين. ايه بس شو اسمه ذا؟ جاتنا فتوى والله العال. بالعاده وش يسووا بالويكند؟ هم مع اخويا هم طلعات كذا نلعب فيه في لعب كوره شيء كشتات في تمارين يسوونها مع اخويا. حلو. اسلم اسلم. ايوه وبه شقه دائما نجتمع فيها مع ناس من اخوان الله يستر عليك. يا سلام. شوف مباراه ولا نجمع على سالفه بسطه ضحك. اي أيوة والله الله يديم البسطه والوناسه. اللهم امين. ايش فيه موقف خلاك يعني شيء مرات تتذكر فيه عبد السلام يطيب خاطرك لو انك معصب؟ والله شوف عبد السلام تقول لي انت حيوي. عبد السلام واحمد يكسروا شيء ما بيت. تقول لا اذا ما خدمونا ما يجي منهم خلاف. اذا ما خدمونا ما يجي منهم خلاف. الحمد لله. فيها احمد وعبد السلام جاني فداهم ويكفوني انا وعبد الله ما شاء الله من ناحيه المشاوير ولا من ناحيه والبيت. السوق من ناحيه مقاضي البيت يعني ورقد وامع اعطهم الشيء ورقد وامع تكلف وانا فقدهم يشيلون يعني غالبا احيانا ولا تنشغل ولا تعرف اكيد انها تجي مع طلعات الاهل لكن تمشى وكذا لكن السوق زي ما تقول تعرف لازم واحد شبه يوميا والمقاضي لازم انها تطلب منك يوميا اسطوانات اي زي كذا صدقت فما يقصرون الله يبيض وجيههم يسدون الحاجه. فهذا الشيء اللي ما يخليني اني ابدا اني احاول اني ازعل ولا احمس. ما على المحسنين من سبيل يقول لك. الله عطنا فكرتك. سمعت عندك فكره اللي سويتها الواحد من اخويا كنت مسافر برا المملكه. هل ممكن تصرح بها؟ الفكره؟ ايه. هاي فكره هاي؟ حقت خويك اللي برا المملكه. ايه. هذا مليان مويه. والله الحديث معكم يا استاذ عبد العزيز شيء اذا اني بشغلك فخلني افلح حارقد. لا لا بالعكس انا متونس فيك الله يسعدك وانت تسولف. الحال من بعض. فشو اسمه؟ ودي اخرك واسايرك لين اخلص العشاء وتعشى وتنام. صرفت موضوعي يعني ما تبغى تجاوب على السؤال اشوف انه تهرب منك. والله ما تهرب منك يا سعد. الله يسعدك. لا تبغى تقول موقف هذا ولا عادي باب شحمه؟ لا والله كيف باب شحمه؟ باب شحمه يعني ايش؟ شحمه كرامه يعني اسكت. والله يا شيخ عبد العزيز عليك سؤال. الحديث معكم ذو شجون. الله يسعدك. حال من بعضه يا ابو فرح. والليل معه يطول. الله اي نعم. والذكريات معكم نستانس بها. حال من بعضه. اول مره بحياتك تسجل عمل متى كانت وكيف كانت؟ اول مره سجلت عمل في ايش اللي خلاك تقدم على الخطوه ذي يا اخي؟ شفت اني بأدي في المجال ذا كويس. حلو الكلام. وشفت القدرات كويسه. يا سلام. ف في واحد من اخوياي هو اللي عزز مره عرفت يعني هو اللي يسر جميع الامور. حلو. واحد اسمه صالح الاحمر الله يذكره بالخير. الله يذكره بالخير. يسعده وين ما كان. امين يا رب العالمين. الفضل لله اولا ثم له. سبحانه. هو اللي راح ودبر كلمات يعني نسق مع الشاعر. يعني اقدم على الترتيبات والتنسيق وكذا والاستديو وكلم على الاستديو وضبط الامور. اي والله كان اول عمل عن الصديق. عن الصديق. عن الصديق. يا سلام. اطلعها يقول عرفت الصداقه طيب نفس وعطى للغير ودعوه بظهر الغيب من قلب قايلها. الله عليك. صداقه لها في القلب وقعوا لها تاثير
على اسم الوفا والحب بثت رسائلها. رسائلها؟ ليش قال؟ قالوا إذا عدوا الأصحاب قامت يدي تشير. تشير؟ يا أخي فيك ميزة تحفظ القصائد أنت. تحفظ. والله أنها ما هي بديك. اللهم صل على محمد، لكن أنه هنا. أنها ما هي بواجد يا أخي. أنا يا أخي ما أحفظ خير شر. والله إني أنا أحفظ زي ما تقول مطلع ال. إيه المطلع. إيه. وأنت أنت ما أدري هل العادة هذه عندك ولا مي عندك؟ إيش؟ يعني أنا بصراحة يعني في السيارة رايح من الدوام جاي من الدوام ما أسمع، يعني أحب أسمع توك كلام بس، أحب أسمع سوالف. والله ما أنا أحب ما أطرق. أسمع ما أسمع أحب أطرق. ها أحب أطرق. إيه يعني أنا أتمنى أني إيش عشان يصير عندي خلفية بالأعمال الجديدة، خلفية بالألحان. هذه ترى مفيدة للمؤدي. لا والله أنا أسمع الأعمال الجديدة ذي ترى تستفيد منها من ناحية الشغلات بشكل عام، يعني ممكن تشوف شيء وتطوره. صح. تشوف فكرة وتجيب يعني فكرة أفخم منها يعني. صح. لأن الشغلات ما كانت ما يعني ما هي على مسار واحد، يعني كل يوم ما شاء الله واحد يجيك بأداء أفضل من الأداء. يعني أنت تشوف إن واحد جاب لك أداء قلت أوف هذا ما بعده. فيجيك طيب. واحد ويجيب أداء أفضل منه. حلو. في ناس تميزت ببصمة في الإنشاد. بختبرك يعني. تميزوا بشيء في الإنشاد في الشيلات. حلو. وصارت لهم بصمة. أبغاك أنا ببالي اسمين. جيب لي اسمين. جديد جديد. يعني حتى النجوم رضخوا للإبداع هذا. يعني وقفوا احتراما له. مع أنهم بدوا جديد. من المنشدين. اي في الشيلات هو قديم على الساحه ولا تو؟ لا كلهم جدد، يعني يعني اقصد مهم زي يعني كيف اقول لك، هم يوم دخلوا دخلوا بقوه، يعني دخلوا بطريقه جديده وقويه مره ومره غريبه وجباره. والله شوف يا اخي ما فيها اسمين ترى قليله جدا يا اخي، ترى كل اللي دخلوا. لا انا اتكلم بطريقه جديده، بدوا يؤدوا الشيلات بطريقه جديده، وفي كم واحد كمان يعني اكثر من اسمين، يعني انا اقول انا الحين طلع علي اسم ثالث كمان تميز شيء جديد. يعني والله الاسماء كثيره ما تنحصر في ناحيه ابداع الشلات، لكن ما ادري والله ما اذكر لك مثال عشان تفهم الفكره. أيوه. عبد العزيز العليوي بغيت اقوله هو اول ما بدا اول عمل وكب ديالي. اوكي؟ ايه. يعني الحين المنشد ما يدري اي عمل يضبطه، لكن المنشد مطلوب منه او المؤدي او المختص الفني مطلوب منه ايش؟ يعصر مخه الين يبدا فكره رائعه جدا جديده يخلي الالحان. الالحان ترى الابداع في الالحان يعني هو نجاح ترى للشيله كبير. اكيد اكيد انا بس انا اقول لك دامك جبت لي مثال ذا في سلطان البريكي. سلطان البريكي ممتاز. فهد بن فصلة. فهد بن فصلة شبل الدواسر عرفت. لا فهد بن فصلة مختلف. لا فهد بن فصلة يعني أقصد أنا شيء جديد خلاص صارت بصمة له عرفت. حتى بعض المنشدين الكبار صاروا يقلدوا فكرة مثلا عبد الله عبد العزيز العليوي وفكرة فهد بن فصلة. فيه برضو اثنين منشدين اسمهم العزي بدر العزي وحمزة العزي. حلو. هذول افكارهم جباره في الشلات حقهم. بالله عليك. جدا. حلو. افكارهم جباره جدا من ناحيه الالحان من ناحيه يعني شيء مختلف عن سمعت شلات بس شلات ذولا شيء فخم. مختلفه. مره. وقفت على القبور مسلما. فلم يرد جوابي. فهد بن فصلة أحبيب وما لك لا ترد جوابنا. بندر بن عوين بندر حسين البيت حسين قديم. أنسيت بعد خلة أحبابي
قال الحبيب وكيف لي بجوابكم وأنا رهين جنادر وترابي أكل التراب محاسني فنسيتكم أكل التراب محاسني فنسيتكم. زين قطعت حبل أفكار فيصل ذكرتها بالقبور عود كنا في قطة بسيطة لا وفرت تحمس اللحم مع البصل جايك جايك الماي كذي بتنفيذ فرته أول نفحته في بخاري يضغط عليه طيب يلا أبو فلاح كان لقاء جدا ماتع وتشرفت بهذا اللقاء العظيم ساعدني ساعدني برقاشي الشلال يا أخي قد قلت بروح حرق ودي الله يبارك حظ يا ولد أبغى أحضر الفقرة اللي بكرة حقت أبو محمد وسبي عندك وقت بعد صلاة الفجر إلى الظهر مات ما نرقد أجلس أتقلب أربع ساعات وأرقد ساعة صدقت لكن اسمع بجيك وكم يبغالنا؟ نص ساعة؟ أبيكم بس تجون الرمل معي أنا بشتغل بس الرمل واسمنت بس يا رجال هو نعسان يبغالنا نص ساعة؟ إي والله خلاص أبشر على خشم لا أنا اللي أقول على خشمي عليها الشحن عليها طيب يلا أبو فلاح موفق يا بعد راسي تمام
يا ريح الهاب وياك وديني يا ولد الحين ازور احباب انا ابغى اطرب لين ادب التاب لكم الكتاب ذا. ايش قلتي؟ ايش قلتي يا احساسي العادي؟ ايش قلتي؟ اسمع ايش قلتي؟ اسمع يا رجال هاي ترى تغريداتي يمكن 4 سنوات انا تابع من اكثر من 3 سنوات هو تصرح كقرايه إيه بينك وبين نفسك ما سعت قول الناس إيه انا وش اقول لك صح بس هذا ايش يسمى عيب هذا لا عيب شعري لا الحين بقول الناس وش الفائده هذا هو بيطلع في شارع المليون منو هو منو هو ذا منو هذا ما اذكر انه طلع في شارع المليون يا ولد كان فاضي ما اعرف امر بشو ما مرت فيها من قبل باخر حدود بالله طلع على شارع المليون فانا كنت بسجن يسوع حزين مريت في الدوسري ايوه ذاك الدوسري من؟ والسهري اللي جانا ذاك اليوم تذكر خزام ايه كلهم اليوم يسوع السبت ومطيري انت ليش ما انقبلت ولا ايش؟ الا انقبلت فيني طيب ما عرفت تفهم ابو ظبي ها؟ ما عرفت ابو ظبي ليه؟ رحت الكويت بس ليه؟ ما جامعه وقتها ولا امور اسمع شوف هذا ما يسمى ما يسمى شيء جيت عاني من بعد ما كنت عاني من راحت وذكرت هيك ما اخذت لهم جاتي من التكت ما اخذ لهم كل يوم سوى نادي ولا حاجه ولا مرات بس لا يا فوز يلا تبي شيء ما بروح الجلسه هناك بروح اضبط القهوه في قهوه بروح اسويها ثم لا خلصنا نلقى العشاء عندك حيلان والله ونعم 7 انعام اي ذكرت اللي بقول لك اياها يلا وشي ها خلاص شايف حياتك هي حياتك بس لو تشعر بغيرك يزيد أجرك تحس راحة في ضميرك زي لك رباع عن ظروف إنسان صعبة.